التعليم من وجهة نظري العامل الشرعي والوحيد لمعالجة كل مشكلات المجتمع الأردني. هلا لما حللنا الكتب المدرسية شو لقينا؟ عوامل تشجع على التطرف مثلا، غياب الجمال والفن والذوق والموسيقى والكذا ألا يشجع على التطرف؟ اثنين، غياب التفكير ومهارات الشك ومهارات النقد ألا يشجع على التطرف؟ ثلاثة، مفهوم المواطنة، ليس هناك مواطنة وليس هناك تركيز على أسس المواطن اللي هي المساواة والعدالة والكرامة وحرية التعبير والكذا. المواطنة معناها أن يحبك وطنك، بينما الوطنية معناها أن تحب وطنك، ولذلك الوطنية هي سلوك فطري، لكن المواطنة هي واجب على الدولة. في بذور تطرف عديدة في الكتب المدرسية، في قلة عناية في الاهتمام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، في عشوائية بالحديث عن الحقوق وعن المواطنة وعن الهوية. التعليم هو المناهج وهو المعلمين. المعلمين يعني يجب إعدادهم إعداد حقيقي ليكونوا قادرين على نقل القيم اللي بتسويها المناهج. المناهج يعني يجب أن تعلن مواصفات الطالب الأردني اللي بتتخرجه، وهذه المواصفات يجب أن يكون مواطناً منفتحاً على الفكر الإنساني. هلا لما المناهج تنتج لك مواطن متوازن، مواطن يفكر، مواطن يحترم الآخر، إذن هذا المواطن سيدعو إلى الأمن الناعم أو الأمن الأخلاقي. لكن لما تطلع لك أقتل عدوك، يجب أن تموت دفاعا عن رأيك، رأيي هو الصحيح، إذا بتطلع لك مواطن متطرف.